ممكن فوت؟ بس كنت بدي استعير منك كتاب، حابة اقرا شي قبل ما انام. على أساس ما حبه، ليش ما احتفظ فيها؟ المعادلة صحيحة وكمان الحل مزبوط، بس للأسف النتيجة غلط. أنتي رح تكوني أكبر غلطة بحسابات حياتي. القلب والحسابات ما بيجتمعوا. هذا عشقان كأنه، بس ما عم يعرف يعترف للي بيحبها. طبعاً بيخجل لأنه بجوز مشان هيك متلبك دائماً. هو كتير عمل شغلات مشاني، وهلأ اجت الفرصة، أنا لازم ساعده بهالقصة هي. شو عم تعملي هون؟ ما في شي، ما كان جاييني نوم، قلت بجي باخد كتاب. هاد يلي بدك تقريه؟ مو فارقة، بقرأ أي شي ليساعدني عنه. إن شاء الله يكونوا محضرين الفطور لأني فايقة جوعانة. صباح الخير. شو بكون؟ شو بكون؟ ليش هيك عم تطلعوا؟ لأنه عرفنا أنت وأخوكي شو عملتوا، كشفنا اللعبة اللي كنتوا عم تلعبوها من ورا ظهرنا. لا صدقوني أنا ما عملت شي. بوي رأس بترجع لي حدا. شاهين لك يا ضيعان العشرة فيكي، نيلعي من وشي. بترجاك اسمعني شاهين، بترجاك بس فرصة شاهين، بوس ايدك. لا غازيل خير شبك؟ كأنه شايفك ابوس، ما بعرف شفت انه صاير شي لابني. لا تخافي حبيبي، لا تخافي تحي، خلص هو كابوس وانتهى، انت ما تفكري بشي، الحمد لله قبلنا منيح. رح قوم جيب لك كاسة مي. يا ربي شو بدي اعمل؟ يا اما بنتي هي بسلمون، خيارين اصعب من بعض. كاتبين لازم يلاحظ أي تغيير بسيط فيني. يا ترى رح يلاحظ شيء؟
لازم أتصرف معها ببرادة مشان ما تفهمني غلط. شو هالضجة اللي عملتيها؟ آسفة بدون قصدي. ليش هيك عاملة شعرك؟ وليش حاطة حلق كبير؟ رايحة على عرس بعد الشغل يعني؟ هذا الشي بخصني. انتبه على كل شيء. هو بينتبه بطبعه، وأصلا يمكن يكون انتبه بس مشان ينتقدني. ليش هيك مغيرة بشكلها؟ معقولة عم بتحاول تلفت نظري لحبة؟ يعطيك العافية. أهلين، الله يعافيك، كنت ناطرتك. خير؟ ليش ناطرتيني لتعتذري عن مبارح؟ إذا كنت فهمانة غلط فأنا أكيد بعتذر، بس لا، مو مشان هيك، كنت ناطرتك لأخذك على الاستجواب. بدك تستجوبيني بقضية أختي؟ إيه طبعا، هاي إجراءات طبيعية. في كتير أسئلة المفروض جوابها عندك. أختك طلعت من بيتك بنفس اليوم يلي صارت فيه الجريمة، وهذا لحاله سبب كافي لنسألك ونستجوبك. أبظن هذا شيء طبيعي، لهيك يا ريت لو سمحتي تتفضلي لحتى نبلش. ماشي، ما عندي مشكلة. وينه يوسف؟ ما بده يفطر معنا؟ يوسف فاق على بكير، أكل من شوي. ديري بالك غزي منيح، هلأ عم يكبر. تعال لك سميح، مو تروح وتنسانا، هذا بيضل بيتك وانت بتعرف. أكيد، لا تخافي، ما رح خليكي تشتاقي لي أبدا. شو لوين رايح؟ رايح لأني استأجرت غرفة، رح ريحكن مني، بس خالي عم توصيني إني ما أقطعكن. ما تاكلي همه، على كل حال لو استأجرت ضل طلع عنا. إيه شي أكيد، معقولة؟ أنا أكيد ما رح أقدر استغني عنكن لأنه أنتو عيلتي. شاهين، ليش جانسير ما نزلت؟ تعبان شوي أمي، قال بدها تنام. على فكرة عيد ميلادها اليوم، بالعادة بتسألني قبل بأسبوع شو بدك تعمل لي، هالمرة ما تذكرت. ما لها على بعضها أبدا، بس لازم نعمل لها شي. بس فيني اعتمد عليك؟ أنا كنت حابب حضر لها شي بنفسي، بس المشكلة عندي اليوم السلام ضاع. يا الله على هالقصة. وعد شغيل يجي يصلح لي كم شغلة بالغرفة، ما عاد أقدر أجل الموعد أبداً. أنا كان ممكن أتصرف، بس معزومة على عرس ابن رفيقتي الليلة وعنا كتير تحضيرات. تعرفوني أنا عندي شغل،
ما تاكل هم أخي، أنا ونانا من حلة. الفرصة أجت لعندك نانا، هيك بتقضي معه وقت وبتقدري تاخدي وتعطي براحتك، بلكي بتساعدي. أختك كانت عم تعاني من اضطراب وانفصام شخصية، وهذا الحكي مصدق بتقرير المصح. مكتوب إنه هي كانت تغار منك، وحتى أنا كانت تقول إنها بتحقد عليكي. يعني هاي التفاصيل مسجلة بالملف تبعها. أنتي معي؟ أنا كنت كتير حبة وروحي معلقة فيها، احتمال إني يكون غلطت معه وما بعرف. إيمت بلشت معه أعراض المرض؟ كان عمره 15 سنة لما شخصوا له المرض. شي مرة اتخانقتوا مثلا أو صارت مشكلة كبيرة بيناتكم؟ لا. طيب شي مرة كانت عنيفة معك أو ضربتك؟ صح كانت مريضة، بس كمان نحن بحياتنا ما أذينا بعض أو جرحنا بعض بكلمة واحدة. طيب مدام هيك، طالما أنه بتحبي أختك لهي الدرجة، ليش خبيتيها عن الكل؟ أنه وقتها هاد كان خيارها وقرارها، هي ما كان بدها حدا يعرف بالموضوع. قلتي إنه هي تركت لك إنه هي سافرت برات البلد، بس هي ما عندها حساب بنك لحتى تسافر وتصرف. كانت دائماً تأخذ مني كاش، يعني بعرف إنه معه. يعني أختك المريضة هربت من بيتك وسافرت لحالة وبعدها ما عدتوا تواصلتوا. معقول هذا الشي ما خلاك تقلقي؟ أو ما خطر لك إنك تخبري الشرطة؟ انتي لوين بدك توصلي بعد كل هاي الأسئلة؟ صح أنا قاضية وقد حالي، بس لما الموضوع تعلق بأختي توترت وما عرفت أتصرف. شو عم بيصير هون؟ شو عم تعملي عائشة؟ عم بعمل واجبي، عم بسأل ليلى كم سؤال. تعي معي شوي. ليش عم تضغطي عليها هيك؟ لوين بدك توصلي؟ لأني إذا بترك القضية لألك رح تتسكر ضد مجهول. ليش عم تخلطي بين الشغل وبين حياتك الخاصة؟ المخلوقة يلي عم تستجوبيها بتكون قاضي والمقتولة أختها. مو صح إنك تخترعي شكوك وتشتغلي على أساسها. على ما يبدو مو أنا اللي عم أخلط بين الشغل وحياتي الخاصة، أنت اللي عم تعمل هيك فريد. أي.
الشخص يلي بيكون مهتم فيك ما بينسى أي تفصيل صغير بخصك. والله عقلي مانو معي، شو كنت بدي أعمل هلأ؟ شو القصة؟ نسياني الطبخ كأنه. برأيي عادي وطبيعي إنه الواحد ينسى أحياناً. مو ظروفك اضطرتك تتعلمي الطبخ من وقت ما كنت صغيرة؟ كيف بتنسي شي تعلمتيه بالطفولة؟ ليش أنت لساتك متذكر؟ إيه نعم، أنا ذاكرتي منيحة، وين المشكلة؟ مانو نسيان شي؟ حتى لو هي هالمعلومة اللي متذكرة، بعدين هدول المؤشرات لحالهم ما بيكفوا، يعني هدول مانن دليل، لازم حاول اتأكد أكتر. أول شي رح ننفخ البالونات، أكيد ما رح تجي جان سيلما؟ أمي رح تلهيها، قال هي رح تلاقي لها شي حجة لحتى تقنعها تضل معها بالبيت وما تجي أبدا، يعني لنخلص وبعدين بتجيبها. يوسف عم يلعب برا بس خايفة إنه يبعد. لا ليكو، شايفه من هون، اطمني ما تاكلي همه. تمام. هلا أنا جاي ساعدك، بس أنا ما كتير بعرف بهي القصص. ما تاكل هم، أنا معك وجاهزة لكون جنبك وساعدك بأي قصة كانت صغيرة أو كبيرة. منيح إنه شاهين فكر بهالموضوع، لأنه يلي بيحب حدا لازم يعبر له عن هالشي، وإلا كيف هذا الشخص رح يعرف؟ لما تقدر تعبر عن حبك لا تضيع الفرصة منك. يعني الواحد لازم يعبر؟ ايه أكيد طبعاً، إذا ما حكى أو عبر أو عمل شي حركة كيف الشخص التاني بده يعرف بهي المشاعر؟ الناس اللي بتتعامل معنا ما بتقدر تقرا شو في جوات قلوبنا. ليش عم تحكي هذا الحكي؟ لوين بدها توصل؟ أعطيني شي لأربط فيه. أو أعطيني للزق مثلا. شبك؟ يلا دقيقة. تفضلي. أهم شي بالحب إنه نعرف نظهره ونعبر عنه صح. شفت؟ مثل ما عمل شاهين، قرر إنه يحتفل فيها لأنه بيحبها، وهي لما تشوف اهتمامه رح تعرف قديش هي غالية عليه. شو مناسبة هالحكي؟ شو يلي عم تحاول تقوله؟ ما بعرف شو بدي أعمل سارة، ما في أي دليل بإيدي. تفضلي، هدول الأغراض الشخصية تبع داريا، هدول كانوا بالمصح، عم بيقولوا إنه ما حدا إجا استلم الأغراض أبداً، لهيك بعتوهن لعنا لهم. تفضل سيدي. طيب رح نطلع فوراً. قال في مشكلة بشارع نيلوفر ولازم نتحرك فوراً على الموقع. ماشي، روحوا موفقين. بالإذن. وإذا احتجتي أي شيء خبريني. طيب مو غريبة إنه ليلى ما تاخد أغراض أختها من المصح لهلأ؟ ما
شو أخدتي من الأرض؟ المفروض إذا لقيتي شي ما تشيلي بإيدك، لأنه إذا عليه بصمات هيك ما عاد فينا نطالع أبداً. أنا كنت واقفة وشفتك بعيوني، انزلتي وأخدتي شي من على الأرض. هذا الطوق لإلك يعني؟ ايه إلي؟ ايه طبعاً لإلي. ليش هو بمكان الجريمة؟ وقع مني وأنا واقفة، قلت بحطه بجيبتي وبلبسه بعدين. قالت إنه هذا الطوق لإلها، بس أنا شايفة دارة اللي حاططها بالصورة. معقول اللي عم يخطر لي؟ يلي معنا هلأ داريا والجسر اللي نحن لقيناها هي ليلى؟ جبت لك يلي بدك إياه. لازم ارجع حاول احكي معه، يلي قلته ما بيكفي. شبك مصدوم؟ شو القصة؟ لا ولا شي، يلا دوبنا نلحق، ما ضل معنا وقت كتير. شو باقين لسه؟ انا هلأ رح امسك الكرتونة بايدي وانت بدك ترش عليها من هذا البريق وزو عليها. انت بتعرف انه كل البنات بيحبوا هاي الشغلات؟ كل بنت بالدنيا بتحب تشوف انه يلي بيحبها مهتم فيها. هاي الحركات والمفاجآت بتخلينا ننبسط وبتفرحنا. ما بحس انه انت من هذا النوع. ليش؟ اول ما تعرفنا قلتي لي انك ما بتطيق المفاجآت، هيك بتذكر. هذا كان مجرد حكي، وبوقتها كان الظرف كله غير. يلا مسك الطرف يلي عندك رش. شو لسه لازم نزين؟ حاليا انت اكتر شي مزين. لا عم بمزح، بس معبي حالك. انا بحب اعمل كل شي من قلبي لحتى بالنهاية يوصل للقلب. الشي الصادق بيوصل دغري. بهي الدنيا نحنا بحاجة لحدا يعطي لحياتنا معنى. ليش هيك عم تكب كتير؟ قلتلك من الأول أنا ما بعرف بهيك شغلات، وانتي عم تلهيني بالحكي. ما عاد ركزت، ما تركتي براسي عائل. مانك شاطر إلا تهرب. الله يصبر المرأة اللي بدها تبتلى فيك. بس قد ما كنت صعب أنا رح ضل وراك لحتى تتعلم وتعرف تتعامل صح. لاحظ شو عاملة بشعري،
وتذكر شي بيخصني كمان. إذا كان الشخص مهتم فيك عن جد مستحيل ينسى أي شي بخصك، بيكون جنبك على طول وبيخاف عليك. حاجة تتخيلي آينور؟ كل ما مسكت السكينة بدك تجرحي إصبعتك؟ ديري بالك. خلص تركي جرحتي حالك، بس يعني فرجيني شو عملتي بإيدك؟ كيف جرحتي إيدك؟ بسببي أنا، يمكن لهيك. طيب خلص بسيطة. خلي مسافة بينك وبين ضيوفي، وكمان بينك وبين السكاكين. يعني ما نسي اني جرحت ايدي من قبل؟ الحق معك، انا ما انتبهت. يلا رح روح اغسل وارجع. يا الله، كل اللي عم بقرأ عم ينطبق عليه. لا معلش اتركها، خليها تدبر حالها. ماذا يمكن أن يفعل الرجل إذا كان معجبا بامرأة ما؟ شو هالضجة اللي عملتيها؟ آسفة بدون قصدي. ليش هيك عامل شعرك؟ وليش حاطة حلق كبير؟ رايحة على العرس بعد الشغل يعني؟ هذا الشي بيخصني. والله عقلي مانو معي، شو كنت بدي أعمل هلأ؟ شو القصة؟ نسيان الطبخ كأنه. برأيي عادي وطبيعي إنه الواحد ينسى أحياناً. مو ظروفك اضطرتك تتعلمي الطبخ من وقت ما كنت صغيرة؟ كيف بتنسي شي تعلمتيه بالطفولة؟ ليش انت لساتك متذكر؟ ايه نعم، انا ذاكرتي منيحة، وين المشكلة؟ شاكة انه انا بحبها؟ اخ يا رجلي، والله صايرين عم يتعبوا، ما عم بقدر على المشي كتير، صايرة فورا عم اتعب. صباح الخير. شو بكن؟ شو بكن؟ ليش هيك عم تتطلعوا؟ لأنه عرفنا أنت وأخوك شو عملتوا،
كشفنا اللعبة اللي كنتوا عم تلعبوها من ورا ظهرنا. لا صدقوني أنا ما عملت شيء. بويراس بترجاك ما علي حدا. شاهين لك يا ضيعان العشرة فيكي، نيل عمنا وشي. بترجاك اسمعني شاهين، بترجاك بس فرصة شاهين، بوس إيدك. إذا جاي على بالك روحي معي المساء على العرس، حاسستك مو على بعضك، بتغيري جو وبتتسلي. خير شبك ماشية وشاردي؟ أنتي بتعرفي غلاوتك عنا، إذا صاير معك أي شي فيكي تجي وتحكي لي. إذا عرفتي بالمصايب اللي عملتها أنا وأخي لتبزئي بوشي. لا ما في شي أمي، شردت مو أكتر. معقولة أنا نسياني الباب مفتوح؟ مفاجأة سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جنزل، سنة حلوة يا جنزل، سنة حلوة يا جميل. حضرتوا هاي المفاجأة كرمالي؟ كل عام وانت بخير. طيب ليش البكي هلا؟ ما بعرف، لما شفتكم تأثرت كتير ودمع عيوني. آخ يا روحي، على الحمل زايدة حساسيتك. العمر كله كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. تعرفي انه هاي المفاجأة والتحضيرات كلن عملوهن بويراس ونانا؟ كرمالك انت. عجبتك الزينة ولا شو؟ هاي كلها على ذوق نانا. العمر كله كل عام وانت بألف خير. وانت بخير. إن شاء الله تكون هالسنة حلوة عليكي. تسلمي لي. شكرا. خالي جانسل هدول لإلك. شكرا كتير حبيبي. كل عام وانتي بخير. تفضلي. لما اجيتي على بيتنا يعني كنتي بوقتها بهذا العمر تقريبا. انا اعتبرتك بنتي من هداك اليوم. يخلي لي ياكي. انتي كنتي لألي امه اكتر. الله يخلي لي اياكم كلكم. انا محظوظه كتير لانه عندي هيك عيله بتحبني. جانسيل شو قصتك؟ على الحمل صايره كتير حساسه ودغري عم تبكي. كل عام وانتي بألف خير. هاي الحياه كلها عباره عن قرارات، وانتي معك يوم واحد لحتى تقرري. يا اما بتسلميني اياهن، يا أما بتنفضحي وعيلتك بتعرف بكل شي عملتي، وطبعا أخوكي بينزت بالحبس. الله يسامحك يا أخي. خلاص جانسيل ما بدي شوفك عم تبكي. يلا لشوف طفي الشموع. شكرا
شو تمنيتي؟ تمنيت الله يخلي لي هاي العيلة، وتمنيت الخير لكم كلكم. الله يخلينا لبعض ولا يفرق بيناتنا أبدا. هلأ تذكرت كنت عاطي موعد لزبوني، رح أطلع حكية وإلغي. عم بسمعك مدام جانسيل، أخدتي قرارك؟ إيه قررت، رح أعمل مثل ما بدك. ما رح أقول قرارك صح لأنه أصلاً ما كان عندك خيار غيره. يا أم حياتك أنت وأخوكي، يا أم حياة اثنين غربة ما بيعنوا لك، طبيعي تختاري حياتك وحياة أخوكي. وهلأ شو اللي بدك يا مني؟ ما بدنا نضيع وقت بنوب، فوراً. كيف فوراً؟ بس أنا ما بعرف شو بدي أعمل لحتى نفذ اللي بدك يا. أنت مو ضروري تعرفي شي، كل يلي مطلوب منك أنك تنفذي يلي رح قلك يا بالحرف الواحد. يعني انتو زينتوا الصالون لحالكم؟ كتير طالع حلو، يا ريت كنت فاضي لساعتكم. ما كان بدنا مساعدة، الشغلة بسيطة. عفوا شوي بويراس، بس ترد. اوهو اهلا وسهلا بفكري، على اساس بدك تحاكيني وغطيت وينك؟ وهي ليكني عم دقلك لما قدرت، كيفك؟ طمني كيف الشغل هالفترة؟ ما في شغل بالمرة، انت كيف وضعك؟ وين صرت من آخر مرة شفتك؟ أنا على حالي، يوم تنقش معي وإيام ما بتزبط. بس هلا جايتني شغلة سريعة، قلت بستفدك فيها إذا بدك. خير شغل شو؟ بدون ما أشرح لك المفروض لحالك تعرف، يعني مثل العادة، بس رح يطلعنا منها مربح منيح. بغير ظرف ما كنت قبلت، بس هلأ مضطر لأني مزنوق كتير، مضطر أقبل بهالشغل، ما عندي حل. لأنه أنت عم تدقلي بوقت زنقة. على كل حال بعت لي كل التفاصيل برسالة وأنا برجع بحكي معك. يلا هلأ ببعت لك، معناها اتفقنا، مع السلامة. بشوفك، باي.